اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش وحاجه ساقعه. النهارده هنعمل ساندويتش فراخ بانيه بميكس اللانشون. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندويتش. مكونات ساندويتش فيليه فراخ بانيه جاهز، صوص رانش جاهز برضو، جبنه تشيدر وحلقات فلفل اخضر، طماطم تشيري، بصل احمر متقطع جوليان، وممكن نستعمل برضو مجموعة من اللانشون، لانشون فراخ، لانشون لحمة، وبيف بيكن أو روست بيف المتوفر. نجيب الأول قطعة من كل حاجة موجودة عندنا من اللحوم. نقطعهم. بولة كبيرة، طماطم تشيري، حلقات فلفل، بصل مش كتير قوي، جبنة قطعها، صوص الرانش، نقلب. نجهز الساندويتش. كده ساندويتش جاهز، ساندويتش فيليه فراخ بانيه بميكس لانشون. هنطلع فاصل ونرجع نعمل العصير. النهارده هنعمل عصير جوافه بالكراميل. المكونات: جوافه، ايس كريم، صوص كراميل، تلج، شويه سكر بني، لبن، وصوص كراميل للتزيين. نبتدي الاول بالجوافه. ايس كريم. سكر بني. صوص كراميل. تلج. لبن. ممكن شوية نخلط. كده العصير جاهز، جوافة بالكراميل، ساندوتش وحاجة ساقعة. لا نشوف.